تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لطائرة مسيرة فوق الأراضي السورية أطلقتها الفصائل التابعة لإيران من الأراضي العراقية باتجاه الجولان السوري المحتل، وذلك بعد ساعات من قصف نفذه الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية استهدف بلدة القحطانية بريف القنيطرة جنوب سوريا. لا تزال الأجواء السورية ساحة حرب للأطراف المتصارعة، وعلى رأسها إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تداول أنباء عن نية تل أبيب شن توغل داخل الأراضي السورية واحتلال أجزاء أخرى منها. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لطائرة مسيرة أطلقتها الفصائل التابعة لإيران من الأراضي العراقية باتجاه الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أن المسيرة اخترقت أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف السورية وجرى إسقاطها في أجواء قرية جلما بريف درعا. إلى ذلك أعلنت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق استهداف موقع إسرائيلي في الجولان السوري المحتل بالطيران المسير، مشيرة إلى أنها ستستمر في هجماتها ضد إسرائيل وبوتيرة متصاعدة وفق تعبيرها. جاء هذا بعد ساعات من قصف نفذه الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية استهدف بلدة القحطانية بريف القنيطرة عند الحدود مع الجولان السوري المحتل دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية. ينضم إلينا من كركوك علي المعماري خبير أمني وسياسي. أهلا بك أستاذ علي. يعني كل بضعة أيام تستهدف الفصائل التابعة لإيران من العراق إسرائيل عبر مسيرات وتسقطها إسرائيل، أي تأثير لهذه المسيرات أو هذه المحاولات؟ بداية تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكرام. سيدي الفاضل، أنا ذكرتها بقنوات أخرى، لا زالت يعني نقول على القوات الإسرائيلية جويا سواء كانت أو بغير ترتيب، وحتى الفصائل المقاومة هذه لعبتها دائما بالمصطلح العسكري ما بين الكر والفر، والفصائل المسلحة التي تعتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني بالتأكيد هم دائما في مشاغلة القوات الإسرائيلية في الوضع الحالي الذي نراه في الشرق الأوسط، ما نراه خاصة ما بين الحدود، يعني نقول الحدود اللبنانية والسورية والإسرائيلية بالدرجة الأساسية، ما نراه من ضربات متبادلة، من قصف متبادل جويا أو بالطائرات حتى إذا كانت بالصواريخ، ولكن نعم ليس كل الضربات تصيب وليس كل الضربات تخيب، وهذه تعتمد على النشاطات الميدانية تكنولوجيا والنشاطات الاستخبارية ميدانيا هي اللي يمكن أن تعول عليها الطرفين بهذا الجانب. يعني نعم قبلها ضربت الفصائل وأثرت، وهالمرة ضربت وأسقطت، يعني معناته الأمور تمشي وهكذا، ونرى الأيام القادمة ما تقول إليه. بالتأكيد الفصائل دائما تحور في صواريخها وفي منظومة صواريخها، وبالمقابل نرى بالأخير أن الأمريكان اضطروا أن يجلبوا دفاعات الجوية المسماة بالثات من أجل تصدي لبعض الصواريخ مثل ما يقول البالستية وغيرها إذا أطلقت، سواء من العراق، أطلقت من إيران، أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل. طيب أستاذ علي، يعني هذه الفصائل متواجدة في العراق وتطلق صواريخ أو مسيرات على إسرائيل، هنا نسأل عن دور الحكومة العراقية، ماذا فعلت للحد أو لوقف هذه الهجمات؟ لا تريد جر العراق أيضا إلى صراع في هذا الصراع الإقليمي؟ سيدي الفاضل، دور الحكومة العراقية تشبه دور الحكومة السورية، الدولتان لهم نقصان في السيادة، سيادتهم ليست لديهم بأيديهم، يعني حقيقة لا سوريا ولا العراق، يعني مهما يكون، يعني لو تجي على الأمريكان تجد لهم قواعد في العراق وفي سوريا،
لو تجي على الدولتين تلقى نفوذ إيران متعمقة بدولتين. أين يبقى النفوذ؟ النفوذ أين يبقى السيادة؟ طالما هناك ماكو سيادة، ماكو قرار، وماكو إرادة بما يتناغم مع أمن البلد، وتسير الأمور إلى ما نراه اليوم، إلى ما نشوف المعطيات الميدانية المستقبلية، إلى ما توصل البلدين قد يكون إن شاء الله نقول يمشون إلى وضع أحسن، ولكن باقين في وضع اليوم الوضع البلدين. أنا أعتبر العراق وسوريا في ما بين أمرين أحلاهما مر، والسبب قلت لك نقصان سيادة. أستاذ علي، يعني تحدث أن هذا القصف المتبادل هو نوع من المشاغلة التي تقوم به الفصائل العراقية التابعة لإيران. طيب، على مرور على مضى عام كامل بقيت ضمن هذا الإطار، اليوم مع توسع القتال في أو الحرب في لبنان، هل من الممكن أن تغير هذه الفصائل العراقية من خططها واستراتيجيتها، وربما يعني أن تجر المنطقة فعلا إلى صراع ومواجهة أكبر بين القواعد الأمريكية في شرق سوريا وهذه الفصائل؟ يعني أنا بقناعتي التامة الفصائل المسلحة المنضوية بما يسمى بوحدة الساحات والمقاومة كانت عليها تسبق النظر من أول أيامها، وأن تدخل بلبنان بكل شكل من أشكال، وتبعد سوريا والعراق عن جميع هذه التشنجات وعن جميع هذه ما نراه من إشكالات داخل سوريا وداخل العراق، وكانت تذهب هناك وتستطيع أن تستخدم ما تريد تستخدم من أسلحة ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية، سواء مشاغلة سواء إسناد لكتائب حزب الله، كانت تستطيع أن تعملها. يعني من هناك كانت أكثر سيطرة وأكثر ترتيبا بالتنسيق والقيادة والسيطرة، ولكن بالوضع الحالي هذا يعني أنا أعتبر نعم قد تكون المشاغلة هو له الدور في مثل ما يقول إرباك الخطط الإسرائيلية، ولكن في نفس الوقت لم يكن سوريا ولم تكن العراق في عن منأى عن النيران الإسرائيلية، وخاصة سوريا يعني سوريا وضعها أنا أعتبره جدا صعب محاددة، والإسرائيليين ما عندهم مانع باشر عن طريق القنيطرة يدخلون، حتى أعتقد يقدرون يدخلون بالنهاية يأخذون مناطق أخرى بداخل من غرب جنوب سوريا. طب عدم القيام إسرائيل بهذا الخطوة باعتقادك، هل هو بسبب اليوم اتباع سوريا سياسة النائب النفس وقبولها ربما وسماعها للنصائح بعدم مواجهة إسرائيل وإخراج عناصر حزب الله والفصائل الإيرانية من المواقع العسكرية النظامية؟ هذه كانت بها التوجيهات، وأنا على ما أعتقد كانت بها توجيهات إيرانية وبها توجيهات روسية لعدم إرباك المشهد الميداني والسياسي الذي لا يرغبها الروس في سوريا، لأنه بالنهاية شئنا وبينا بغض النظر ما 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 موجود من علاقات اليوم كانت شكل واليوم صارت بترتيب آخر ما بين إيران وروسيا من وراء حرب أوكرانيا، ولكن بالنهاية روسيا يعتبر جميع الموجودين ومن ضمنهم حتى الإيرانيين داخل سوريا يعتبرهم شركاء مزعجين، ولا يرغب أن بقاء الفصائل العراقية وغير الفصائل العراقية حتى إذا كان موجود الباكستان والأفغان وغيرهم، حتى لا يريد أن يبقي كتائب حزب الله في سوريا، لأنه لا يريد يدخل في التباسات وإشكالات مع إسرائيل، وبعدين تكون هناك شرارة نار لا تحمد عقباها، تكون ليست إقليمية قد تكون دولية. اليوم التعزيزات الكبيرة التي تستخدمها القواعد الأمريكية شرق سوريا، تعزيزات بالنسبة للعتاد ومنظومات أسلحة ورادارات وذخائر، يعني باعتقادك هل هو إجراء احترازي أم للولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية يعني احتمال شن هجمات كبيرة من قبل فصائل العراق ضد هذه القواعد؟ شوف عزيزي الكريم، في المصطلح العسكري دائما أكو نقطة جدا مهمة في إداء المهمات بدقة وإداء المهمات بإمعان وبنتائج إيجابية، سبق النظر في كافة المستويات. اليوم الأمريكان حتى الإسرائيليين لهم القابلية على سبق النظر في كافة المستويات. اليوم هذه العمليات التي تقوم بها الأمريكان
هو استحضار وتحضير لمفاجآت غير متوقعة من أجل أن يستطيع أن يردها، أو قد حسب المعلومات الاستخبارية عليها أن تقوم بعمليات استباقية قبل ما تقوم المقابل بضرب مثل ما يقول واستهداف. يعني هذه الأمور تدخل ضمن الجملة اللي فصلت لك إياها سبق النظر في كافة المستويات. شكرك جزيل الشكر من كركوك علي المعماري، خبير أمني وسياسي.